خلينا دلوقتي نروح نطمن مع حضراتكم على حالة الطرق والمحاور في آخر ساعات صباح الخير يا مصر. هنروح للندا تطمننا على أخبار المحاور. شكرا يا هدير. هنروح دلوقتي مشاهدينا للميا حمدين في تاني وآخر جولة مرورية ليها عشان نطمن منها على أحوال شوارع القاهرة الكبرى. صباح الخير عليك يا لميا مرة تانية. صباح عليك ليندا في آخر جولة مرورية لينا في برنامج صباح الخير يا مصر، وبصبح على زمايلي في الاستوديو والسادة مشاهدين صباح الخير يا مصر. احنا اتحركنا من شارع جامعة الدول العربية وفي اتجاهنا للعجوزة، طبعا على شمالنا زي ما الصورة بتوضح 15 مايو او كوبري 15 مايو، عليه سيولة مرورية كبيرة، والطريق في اتجاهنا للعجوزة فيه سيولة مرورية. بس خليني كمان اقولك ان حي العجوزة ده يعني من احد احياء محافظة الجيزة القديمة، بيقع على شاطئ النيل بجوار حي المهندسين اللي بيحدها طبعا من الشمال ومن الشرق نهر النيل الفرع الصغير، وكان بيسمى في وقت فات النيل الأعمى، ومن الجنوب طبعا والغرب حي الدقي. وتسمية العجوزة هي راجعة لنازل هانم بنت سليمان باشا الفرنساوي مؤسس الجيش المصري في عصر محمد علي، واللي كان متزوج بيها واللي تسمى الحي على اسمها لحي العجوزة. خلينا كمان نتكلم على الطرق والمحاور الرئيسية اللي موجودة في القاهرة والجيزة في ظل طبعا الانتشار المروري على مدار الساعة للتعامل مع أي كثافات مرورية بنتابعها على مدار اليوم. في حالة سيولة مرورية على محاور الجيزة وشارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وكمان محور 15 مايو زي ما شاهدنا عليه سيولة مرورية في الاتجاهين، وانتظمت حركة سير السيارات كمان في ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة ومحور 26 يوليو وكمان كوبري أكتوبر. بالنسبة للطريق الدائري دلوقتي في سيولة مرورية للي جاي بالتحديد من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكمان للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي لمناطق الجيزة، وكمان في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. بالنسبة لميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي ومحور عرابي في انتظام في حركة سير السيارات وصولا للمهندسين، كمان ما زالت حركة سير السيارات في محور صلاح سالم المتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة في سيولة مرورية أو في تنظيم في حركة سير السيارات، وكمان اللي جاي من صلاح سالم من نفق الأزهر، وكمان شهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية كبيرة طبعا في ظل الانتشار المروري اللي احنا بنشاهده على مدار الساعة. دلوقتي يعني خلاص بدأنا كده نعيش بعض التباطؤ في حركة سير السيارات، ولكن في النهاية العملية المرورية أو سير السيارات منتظم لحد كبير في أغلب الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة. إليك ليندا. شكرا يا لميا. يعني مشاهدينا كانت معنا مراسلتنا لميا حمدين من شارع جامعة الدول المتجه نحو العجوزة واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهديرة عشان يستكملوا ما تبقى من برنامج صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا ليندا، وطبعا والشكر موصول للميا. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم مع فاصل، هنرجع من بعده نكمل آخر فقرات صباح الخير يا مصر. ابقوا دائما معنا.